Welcome to the session two of مرحبا جميعا مرحبا بكم بالجلسة الثانية للاجتماع السنوي للتحالف. أنا اسمي مونيكا مارتينيز وأنا مختصة وأعمل لشبكة ألاينس بالإضافة إلى الوحدات الأخرى، وأنه من دواعي سروري أن أدير الجلسة مع زميلتي. هل تعرفين عن نفسك؟ نعم، مرحبا، صباح الخير، مساء الخير للجميع. اسمي لورا لي وأنا باحثة مع بروتكتون للابتكار والتعليم، وباحثة في مجال حماية الطفل وسلامة الطفل. إنه الدواعي السروري أن أكون معكم صباح هذا اليوم وبعد ظهر اليوم ومساء هذا اليوم. شكرا لارا، وأتحدث عن بياد بالنيابة عنا. نحن نريد أن نرحب بكم حار الترحيب، نأمل أن نستمتع كما استمتعنا في التحضير للاجتماع. قبل أن نبدأ، إذا ما استطعنا أن نرى الصور، نعم، هذا اسم الجلسة. إذن عن احتراف واحترام سرية الآخرين والإصغاء جيدا، لأن هذه فرصة جيدة كي نتعلم من بعضنا البعض. الاستعداد للقاء أشخاص جدد، من الجيد أن نلتقي مع أشخاص آخرين، هذه فرصة رائعة. لدينا ناس من مختلف أنحاء العالم. إذا شعرتم بارتياح والسماح للإنترنت، قوموا بتشغيل الكاميرا، أريد أن أرى وجوهكم. قوموا أيضا بوضع الميكروفون على الصمت كي لا نرى أي صوت في الخلفية. أعلموا بالمحيط وأبقوا موجودون، نريد أن تكونوا موجودين تتشاركوا معنا. لدينا ترجمة فورية في عدد من اللغات إلى الفرنسية والإسبانية والعربية، هذا رائع. وفي الغرف لن يكون لدينا ترجمة، بالتالي إذا أردتم الترجمة أعتذر، فقط اكتبوا اسمكم في غرفة الدشتاشة ومن ثم نجمة، والفريق سيساعد وسيسهل عليكم. نريد أن نعطيكم فكرة عامة حول الجلسة اليوم. نبدأ بلمحة سريعة حول الألاينس والاستراتيجية. هذه استراتيجية ستكون الأساس في المساعي التي سنبذلها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. ولدينا الأولوية الثالثة، البرامج والتعاون بين القطاعات المختلفة، كما أننا سنناقش بعض الشيء. أو سنتحدث بعد ذلك أو نسمع العرضين، العرض الأول حول تركيا وهو يتعلق بالفتيان والفتيات في منطقة هاتاي في تركيا، الاستفادة من برنامج الاندماج، وهلال ومليك ويوكيت بولنت هم سيقدمون، سأعرف عنهم أكثر. والعرض الثاني كاميليا فابري من كلية لندن للأدوية الاستوائية، نتحدث اللاجئين بوروندي وغيرها من دول أفريقية. إذن عروض جيدة ملفتة، وبعد ذلك سيكون لدينا وقت للأسئلة والإجابات. ومع اقتراب نهاية الجلسة سنقوم ببعض العمل، وبعد ذلك سنتبادل الأفكار حول التحديات الأساسية بالإضافة إلى إجراءات التقليص والحد من المخاطر.
آمل أن يكون كل شيء واضح. وإذا ما انتقلنا إلى السورة التالية قبل أن نبدأ بالعمل، نريد أن نستمتع بعض الشيء وأن نتعرف عليكم بشكل أفضل. كما ترون لدينا أسئلة ممتعة، يمكنكم أن تضغطوا على الرابط وسيأخذكم هذا إلى رابط ويمكنكم أن تجيبوا. أرى هل بإمكاني أن أفتح قسم الدردشة؟ نعم. هل استطعتم الدخول إلى الرابط؟ So the first one is, yeah, what was your favorite game? إذن السؤال الأول، ما هي اللعبة المفضلة التي كانت لديكم عندما كنتم أطفال؟ راوندرز أو الغميضة، القفز، دولز، yes. And the soleil. Families, playing families, nice. الأسر. Climbing trees, that was me too. تسلق الأشجار، أنا كنت أفعل ذلك. Racing and running, of course. Football. الركض. Memory. Nintendo. Nintendo. Of course, jumping in paddles. That's favorite of all time. القفز في الوحل. Rayuela, that's a Spanish game. I know that one. Guadella, لعبة إسبانية أعرفها. Great. Lots of nice, interesting games. نعم، ألعاب ملفتة جدا. Do you think we can move to the second question? هل ننتقل إلى السؤال الثاني؟ السؤال الثاني، هل لديكم أي حيوانات أليفة في المنزل؟ وإذا كان لديكم حيوانات، أي حيوانات هذه؟ ما هي الحيوانات الأليفة؟ القطط، الكلاب، الدجاج؟ هناك من ليس لديه حيوانات أليفة؟ الضفادع. I have a turtle. I should put it in the chat. لدي أنا سلحفاة، يجب أن أكتب ذلك. What's a zombie dog? Hamsters. الفئران أو ما يعرف بالهامستر. Lizards. Oh, Yana is saying, "What a sweet, sweet Yana, Buccaneers." That's nice because that just to play with you. That's lovely. We like this question about childhood, no? It all brings نحن نحب هذه الأسئلة عن الطفولة. All right, so that's lots of nice, interesting animals: a bunny, a rabbit. إذن yes. العديد من الحيوانات: الأرانب، hamsters, العصافير، هامستر. Fortunately, cows. That's a great pet to have a cow. البقر، نعم. ليت لدي بقرة. نعم، ممتع جدا، شكرا على الإجابات. وأعطي الكلمة لكاميلا، هي ستستمر بالعرض. إلى لارا، عفوا. إذا نعود إلى الصور. Great. Thank you so much for participating in that. شكرا جزيلا على المشاركة في هذا النشاط. إذا شاركتم بجلسات أخرى أو كنتم معنا خلال الأشهر الماضية، أنتم أيضا على علم بالاستراتيجية. اليوم سنركز على الاستراتيجية الثالثة، على الرغم من أن هناك ارتباط مع الأجزاء الأخرى. الصورة التالية. الهدف من هذه الأولية الاستراتيجية أن يتم وضع أولوية على حماية وسلامة الطفل
ضمن البرامج التنسيقية وأيضا في كافة الإجراءات الإنسانية. إذن هذا سنركز عليه اليوم. إذا ما تذكرنا هذا الهدف قصر عندما ننتقل إلى الغرف، هذا سيكون مفيد، لأن أي شيء يقال سيدخل حيز التنفيذ للخطط. أعود إليك مونيكا كي تتحدثي عن المفاهيم في التنسيق ما بين القطاعات. الصورة التالية لو سمحتم. شكرا جزيلا لارا على هذه المقدمة. هل تسمعوني؟ نعم. إذن mainstreaming and integration, and these are two different ways in which we can هناك طرق لكيفية تقوية وتعزيز التعاون. هناك فوارق بين المصطلحات، وقبل أن نستمر نريد أن نسألكم، ومرة أخرى سنذهب إلى غرفة الدردشة ونرد على هذه الأسئلة بهذا الشكل أو بهذه الطريقة التي نحبها جدا. أرجو منكم أن تضغطوا على راتب. ما هي السمة الأساسية للبرنامج المندمج أو برنامج الاندماج؟ لا أرى. هل هناك إجابات؟ مونيكا، could you share the link please again? هل تتشاركين الرابط مجددا؟ لا أرى. نفس الرابط وترونه بالسؤال التالي. شكرا. إذن الإجابة رقم 2، رقم 3 الفهم الشامل. Okay. Answer B, the second one seems to be the winner. I didn't talk. إذن يبدو أن الإجابة الثانية هي الفائزة. Far more interesting than this. So thank you so much for your answers. شكرا جزيلا على الإجابات. Please to the next slide. ننتقل إلى الصورة التالية. الفارق الأساس ما بين التعميم والاندماج. التعميم إجراءات محددة من أجل عدم إلحاق الأذية وتنفيذ هذا المبدأ. لدينا نموذج مثلا برنامج ووش، وهذا يأخذ بالحسبان العمر والانتماء الجندري. كل هذه الإجراءات التي تروج للنظافة والتدريب. وعندما نتحدث عن اندماج نتحدث عن التعاون فيما بين القطاعات من خلال فهم احتياجات الطفل، ونقوم بتقييم مشترك ووضع الأهداف بشكل مشترك. والمثل على ذلك هو الأمن الغذائي وحماية الطفل والتعليم والتعاون ما بين كل هذه القطاعات. في ألاينس نحن نركز على الاندماج. في الصورة التالية نرى بعض الأهداف، ولكن نحن متأخرون، إذن لن أتحدث بالتفصيل هنا. هذه لمحة عن طرق تفعيل الأهداف، والآن سأضغط. نعم، أقدم لكم العرض الذي أعده هلال وملكي وبولانت، الحماية للأطفال والمراهقين. تفضلوا. Hi dear guests, مرحبا أيها الضيوف الكرام.
نحييكم من تركيا. اسمي بلنت يوجن وأنا مختص من أنقذ الأطفال تركيا. اليوم سأقدم أنا وزملائي هلال وميديكير، نحن سنقدم المشروع. اسم المشروع هو زيادة توفير التعليم للفتيان والفتيات السوريين والأتراك في هاتاي تركيا من خلال البرامج، برامج الاندماج. ننتقل الآن إلى الصورة التالية. And next slide, please. الصورة التالية. أريد أن أقدم لكم. هاتاي is the. عفواً الصوت يتقطع. In Turkey, hosting the next slide, please. لا نسمع. عفواً. Can we proceed? Yeah, okay. هلا نستمر. الآن أدعوكم إلى الضغط على الرابط. سترون الرابط في غرفة الدردشة. نحن نبحث عن ثلاث إجابات والأسئلة هي كالتالي. The first question is, السؤال الأول. تركيا تستضيف أكبر عدد من اللاجئين منذ عام 2014. الخيار الأول صحيح، الخيار الثاني غير صحيح. This wasn't that question, I think. نعم، هذا السؤال كان خطأ، لم يكن السؤال المقصود. Yes, you are seeing the first question. Turkey is the host. ترون السؤال الأول. تركيا تستضيف أكبر عدد من اللاجئين منذ عام 2014. أكبر عدد من اللاجئين في العالم. صحيح أم لا؟ Yes, the answer is true. الإجابة هي صحيح. تركيا تستضيف 3.7 مليون سوري تحت الحماية المؤقتة، بالإضافة إلى ذلك هناك 400 ألف لاجئ آخر من الأفغان والعراقيين ومن جنسيات أخرى. إذن في العموم تركيا هي تستضيف أكثر من 4 مليون لاجئ. يمكننا أن ننتقل إلى السؤال الثاني أو التالي. محافظة هاتاي تستضيف أكثر من 400 ألف سوري تحت الحماية المؤقتة، وكان لديكم أو هذا ذكر في السؤال السابق. Yes, this is true. صحيح. هاتاي نعم تستضيف كثافة عالية من اللاجئين. والسؤال الأخير. Afghan refugees in Turkey also يحق للاجئين الأفغان في تركيا نفس الحماية المؤقتة بدل من الحماية الدولية. صحيح أم لا؟ Yeah, I see that. نعم. أرى أن الأجوبة متساوية تقريباً. الإجابة الصحيحة
هي قطع. هل أفغان يخضعون لبرنامج الحماية الدولية بينما السوريون يحصلون على الحماية مؤقتة فقط؟ هذه الأسئلة طرحناها ضمن المنتيميتر، يمكننا أن نواصل بالصور. شكرا على مشاركة المنتيميتر. Next slide. يمكننا أن ننتقل إلى الصورة التالية. Thank you. Hatay is located. شكرا. هاتاي موجودة بين الحدود السورية والتركية. حوالي 30% من السكان هي من اللاجئين السوريين. ثاني أكبر نسبة من اللاجئين في تركيا. منظمة أنقذ الطفل تنفذ مشروع بالشراكة مع منظمة أخرى. أنطاكيا هي المنطقة المركزية في محافظة هاتاي. Next slide, please. السؤال أو الصورة التالية. Our programming focuses on strengthening child protection mechanisms. نحن نركز على توفير الخدمات مثل التعليم و الفرق المختصة تقوم بإدارة الملفات بما في ذلك التدخل وأيضا مشاركة الأطباء النفسيين، دعم توفير التعليم ومكافحة الفقر، فقر الأطفال. نحن نعمل بشكل عالمي. الصورة التالية. So I will be continuing. إذن أنا سأستمر. سأتحدث عن النشاطات. سأركز بشكل أساس على كيفية توفير الحماية للطفل. أنا أعمل كمختصة، وبالعموم نحن في هاتاي لدينا فريق ملتزم من 10 موظفين، وأيضا لدينا مدرسين يعملون بدوام جزئي يقدمون الدعم الفردي، مثلا الدعم للتسجيل في المدرسة. ونحن أيضا ننظم الجلسات لخلق الوعي للأهالي ولمقدمي الرعاية بالإضافة إلى الأطفال. سنركز هنا أيضا على النشاطات، ولكن يمكننا أن نقول أن الهدف هو دعم الأسر من خلال التركيز بشكل أساس على الأطفال الذين هم خارج المدرسة أو الأطفال الذين قدموا من المجتمعات المضيفة أو مجتمعات اللاجئين. إذن لدينا كل هذه البرامج العابرة للقطاعات، وأنا سأركز على التعليم. يمكننا القول أن فريقنا يعمل بشكل أساس مع البلديات، لأننا نعمل مع البلدية، ننظم المشروع مع البلدية كشريك. وفي بداية البرنامج من أجل رفع الوعي حول القضايا المتعلقة بحماية الأطفال والبرامج، دربنا موظفين على حماية الأطفال وأيضا على برامج أخرى تتعلق بالحماية مثل المحاسبة المتعلقة بالأطفال. وفي بداية البرنامج افترضنا أن الفرق المختصة بالحماية ستتلقى الإحالات وتقوم بالتقييم، ولكن بعدما قدمنا البرنامج استلمنا عدد من الإحالات خاصة من المدارس، حوالي 800 أو 900. ولهذا السبب بدأ الفريق بتنفيذ أو بإعداد التقييم، ولكن لاحظ
بأنه لا ينطلق تلك المعلومات في تقييم المخاطر. هذا شكل تحدي بالنسبة لنا في البداية، ومباشرة بعد ذلك قام المنسقون والمختصون قدموا لنا المعلومات حول كيفية إدخال الحماية وأيضا تعميم بعض النشاطات في إعداد البرامج. هذا بالتالي كان تحدي في البداية، ولكن سرعان ما قلصنا من هذه المخاطر. ولم يتضمن التصميم، كما يعرف الكثير منكم، هذا مهم كي نمنع من حدوث بعض الأمور. في الدورة الأولى قمنا بإحالة عدد كبير من الأطفال إلى فرق الحماية، وفرق الحماية كونها صغيرة لم تستطيع الاستجابة لحاجات الأطفال. لهذا السبب نظمنا برامج إضافية كي نمنع من مخاطر معينة، ورأينا بأن هذا يؤثر على سلامة الأطفال. إذن هذه هي القضايا المتعلقة بالتصميم وبناء القدرات. نحن نحاول أن نحسن أكثر فأكثر، ولكن هذا ما يمكنني أن أقوله اليوم. وملكير تفضلي أو تفضل. شكراً. تتضمن يتضمن قسم الأطفال الدعم المجتمعي، في حالة الأطفال، وهذا مهم جدا من أجل تنفيذ تدخل شامل بدعم النشاطات. بالمناسبة لا يمكنني أن أفتح الكاميرا. نعم، شكرا. من أجل تمكين الأسر وإنتاج المال، نحن أيضا نحاول نركز على الأهالي وكل مقدمي خدمة للأطفال. نريد إيجاد مصدر دخل من خلال تأسيس مؤسسة تجارية صغيرة من البيت والمكسب كسب العيش بهذه الطريقة. تفضلوا الصورة التالية. شكرا. سطرون بالتفصيل، إدارة الملفات كجزء من هذا البرنامج، لدينا خدمات تركز على الدعم على مستويين الثاني والثالث. Is at level 2 and provide إنشاء لجان للأطفال، وأيضا تخصيص النشاطات للأطفال. بالإضافة إلى ذلك نقدم الاستشارة للأهالي وللأطفال. Next slide, please. الصورة التالية. Okay, so this was a bit fast introduction to our project. إذن هذه كانت مقدمة سريعة للمشروع، ولكن الآن سننقسم إلى الغرف وسترون سيناريوهات حقيقية واقعية وتحديات دوم المشروع. كان هناك الكثير من الأمور التي لم نستطيع أن نذكرها في هذا الوقت الضيق. إذن الآن لدينا غرفتين، وإذا كنتم بحاجة إلى الترجمة يمكنكم أن تبقوا هنا. صحيح جولي؟ yes, that's correct. نعم صحيح. نعم، إذا أراد أي أحد منكم please just move yourself back to the plenary space. There will be a conversation here as well. So if you're ready, I'll stop إذا كنتم جاهزون الآن سوف أتوقف عن مشاركة شاشتي. إذا كنتم جاهزون سوف أفتح الغرف. شكرا شكرا جولي. All right.
Hilal, would you like to go to one of the rooms? Yes, but I couldn't receive any invitation. لم يكن لم يوصلني أي ملكة سوف تذهبين إلى الغرفة الثانية هدية لا سوف تذهبين إلى الغرفة الأولى الآن. Alrighty, take it away. Bülent, would you like to? Bülent, هل تود أن تود أن تبدأ النقاش؟ تستطيع أن تبدأ بالحكي. أيضا تستطيعون أن تقوموا بتشغيل الكاميرات وأن تفتحوا الصوت. أود أن أشارك السيناريو الثاني الذي كان يتحدث. So I will share, right? سوف أقوم بالمشاركة. نعم. Okay. Okay. So we are discussing about the كنا scenario two. نتناقش عن السيناريو الثاني. لقد قمت بإنشاء برنامج متكامل مندمج بالتعاون مع بلديات مختلفة، ولكن هذا البرنامج يأتي إلى سينتهي بعد بضعة أشهر. أنت ليس لديك الخبرة على الإعطاء و تسليم وتحويل المهام والعمليات، ولست تعرف جيدا عن هذه البلدية إذا سوف تقوم بالحفاظ على بعض الأنشطة، فما يجب أن تقوم به لكي تقوم بجمع الأموال، وما هو المنهج الذي تقوم به، وما هو هي الحلول لهذه الأمور. إذا وددتم المشاركة تستطيعون الآن المشاركة لكي يكون هناك بعض الإجابات. هل تستطيعون مشاركة الشاشة؟ Sorry, scenario one. This is not. Let me to find. Shall I share screen since I'm here? هل أقوم بالمشاركة؟ Scenario two. No worries. Apologies, everyone. These are like. Here yeah. you go. إذن هذا هو السيناريو الثاني. سأقوم بالمشاركة. هناك الكثير من الناس الذين كانوا على الشات، والآن سوف أقوم بمشاركته عن طريق خاصية الدردشة، وأقوم بالضغط على هذا الرابط الآن أستطيع أراكم أنكم تقومون بالمشاركة والانضمام. ممكن أن تكونوا أو تقوم تصميم المشروع أيضا لرفع القدرات لكي يقوموا بأي مشروع مدموج. طبعا يجب أن نقوم بتقييم الاحتياجات وتحديد من يقوم بالعمل من قبل البلدية، وما هي القدرات الموجودة لديهم. نستطيع مثلا أن
يكون هناك أي مصادر محلية أو تمويل محلي لبناء القدرات. So if you're in the link, إذا كنتم في هذا الرابط وأن تضغطوا على الزر الرابع الزر الرابع من الشاشة هنا كما ترون وتستطيعون أن تضعوا الملاحظة وأيضا تستطيعون أن تقومون بأي تعليق أو أن تقومون باستخدام خاصية الدردشات. تستطيعون التحدث أن تقومون بالتحدث عن طريق هذه أو وضع تعليقات. وضعت تعليقي هناك على الشاشة. Conversation is welcome. إن المشاركة مرحب بها. من عملي من مختلف القطاعات من المهم أن يكون هناك مجموعات عالم تستطيعون أن تلتقوا وأن تنظموا الآراء لأنه من أهم شيء لتنظيم وتنسيق وتصميم أي مشروع أن نكون موجودين جميعا حول الطاولة وأن ننسق مع بعضنا البعض. Thank you for your sharing. شكرا على المشاركة. I'm happy to go next. I'm the one who put that أنا, in there. وضعت هذه التعليق هنا على هذه الشاشة على الورقة أن يكون هناك ورشات عمل أو أيضا بعض اللقاءات لكي يكون هناك تنظيم ما هي النتائج التي نود أن نحصل عليها خصوصا أن هناك كثير من الأمور التي تكون مترابطة بين الكثير من القطاعات لكي إذن يجب مرة أخرى ليس هو بالشيء الجديد ولكن يجب أن نجتمع مع بعضنا البعض. شكرا. هل هناك أي تعقيبات أخرى؟ Hola, voy a hablar en español, disculpen, lo prefiero al ver que hay traducción simultánea. También desde nuestra experiencia el trabajo comunitario. Sí, من خلال خبرتنا والعمل المجتمعي ما كان هو أساسي للتكامل. أننا عملنا مع عائلات وأيضا مع المدارس وأيضا في الأماكن التي تعمل على المناهج وأيضا القراءة والأمور الثقافية لكي يكون هناك أيضا أن نقيم الأمور على صعيد محلي ومجتمعي لكي نقوم أيضا بأن نعرف ما هي الاحتياجات وقد كان هذا جيد بالنسبة لنا. Okay, thank you for your share. Yes, شكرا. إذن العمل المجتمعي مهم جدا. Yeah, assessment of needs. Sure. لتقدير وتقييم الاحتياجات. My friends, I don't know if I could maybe pitch in and contribute something from my side. أستطيع أن أشارك وأنا سعيد برؤيتكم جميعاً
كما قالت فيام، إذن التنسيق هو موضوع مهم لين. التنسيق مهم جدا، ولكن الكلمة الرئيسية هي الاستدامة. فالاستدامة هي جزء من النقاش، وخاصة في ورشات العمل، لمن هو يتحمل المسؤولية وعن ماذا. وهناك الكثير من الأمور لا يتم تحليلها ولا يتم إعطاء المسؤولية لكل شخص وتخصيص المهام. إذن لكي يكون هناك تحديد للمسؤوليات، كيف يمكن أن نجعل هذه العملية مستدامة، وكيف يمكن أن نجعلها فعالة لكي يكون هناك أي تغيير فعال ومستدام. وهذا هو الأمور الأساسية والكلمة الأساسية، وهي حمل المسؤولية وتخصيص المسؤولية والاستدامة. شكرا على المشاركة. إنها مرتبطة أيضا على قدرات الشراكة والشركاء. في بعض الشركاء في تركيا بعض القدرات ليست كافية لكي يقوموا بأي مشروع والعمل بمشروع. لهذا فهناك من الضروري أن نقوم بتقييم الشركاء لكي نحدد إذا كان من إمكانهم من القيام بالمشروع أو لا. Actually, maybe I have also another point. I put it. كان هناك أيضا نقطة أخرى، وهي تضمين المعرفة المجتمعية والمحلية في هذا التقييمات، لأنه من المهم جدا. من ما شهدته في كثير من السياقات، ليس من المهم ما هي الثقافة أو القارة التي تعمل بها في أي مكان. إذا عملت في الحكومات والمجتمعات المحلية، نحن نذهب إلى دولة أو إلى سياق معين، قد نعرف بعض الأمور. ولهذا لكي أن نضمن الشركاء المحليين ومشاركة المعلومات والمعارف من المهم جدا، وخصوصا إذا ذهبنا إلى أماكن فيها طوارئ أو جديدة. فمن الضروري أن نضمن المعرفة المحلية والقدرات المحلية، ولهذا لتقوية أيضا العلاقات المحلية، وهذا مهم جدا فيما يتعلق بالاستدامة. Bülent, by the way, group one is here already. إذن المجموعة الأولى هي هنا. أهلا بكم بالمجموعة الأولى، لقد رجعوا الآن. There's still another minute remaining, so carry on. هناك دقيقتين، ما زال لدينا دقيقتين. Anything else you'd like to add to scenario two, please? هل لديكم ما تضيفونه للسيناريو الثاني؟ المجموعة الأولى محظوظة لأنها قد شهدت على سيناريوهين اثنين. Good afternoon everyone. On my own side, Sierra Leone. أهلا، أنا في سيرا ليون هنا. عندما نتحدث عن التعاون مع المجتمعات، وقبل البدء بأي مشروع يجب عليك أن تقوم بوضع وتحديد خريطة للخدمات التي تقدمها، لأن
إذا كنت لا تستطيع أن تقوم بخدمات لحماية الأطفال فإنك تنظر على الخريطة وكيف تحديد المواقع، كيف يمكن أن يساعدك الأشخاص في خدمات مختلفة. للأسف لأنك إذا كان لديك في المراحل المبدئية من المشروع، إذا وضعت خطة واضحة وتحديد للخدمات، تستطيع أن تحصل على تستطيع أن تحقق النتائج المرجوة لأي مشروع. إذن طبعاً المساهمة والمشاركة مع المجتمع هي مهمة جداً. الآن دعوني أن أسأل المجموعة الأخيرة بأن تأتي لنا لكي نقوم بالانتهاء. شكرا. هل أستطيع أن أشارك بالشاشة الآن؟ هل أستطيع المشاركة أو أنتم تشاركون؟ لدينا تستطيعين البدء وأنا أقوم بالمشاركة. نحن ما ناقشناه في مجموعاتنا هو تحدثنا كثيرا عن التدريب، عن المجتمعات المحلية، عن المراقبة. أما السيناريو الثاني، لدينا بناء القدرات وأيضا المشاركة المجتمعات المحلية أيضا المتابعة. في السيناريو الثالث إذا هناك السرية الحفاظ على المعلومات، أيضا الشراكة أيضا أن يكون هناك المشاركة بالأطفال لكي يكون هناك موائمة للسياق، وأن نركز بشكل كبير على السرية. في السيناريوهات الثلاث نرى أنها من الموضوع التدريب، المتابعة، المشاركة المجتمعات المحلية هي من الأساسيات والأهمية بمكان أن نركز على هذه الأمور. شكرا جزيلا لكم وشكرا على لقائي معكم. أظن أن الوقت قد انتهى. شكرا مونيكا، شكرا لكم مليكة على هذا العمل. الآن أعطي الكلمة كاميلا فابري على الاستعراض الجديد في تنزانيا. أعطي الكلمة لك. إذن أنا كاميلا فامي وأنا باحثة في موضوع العنف في المدارس، وأنا أرى العلاقة بين العنف المدرسي والاكتئاب، وأيضا في تنزانيا والمجتمعات اللاجئة. نحن بدأنا دراسة في عام 2019 في نانجروكس، مخيم نانجروكس للاجئين. فيه أكثر من 150 ألف لاجئ، نصفهم أكثر من كونغوليز، و 70 ألف من بوريندي، من اللاجئين من بوريندي.
في 2020 في بوريندي كانت من أكثر الأزمات المهملة، ونحن كنا في سياق للأسف نعمل بعمل إنساني، لم يكن هناك فيه أي تمويل جيد. في هذا المخيم كالكيك كغيره من المخيمات كان مكتظ باللاجئين، لم يكن هناك أمن، كان هناك الكثير من القيود على المصادر، وأيضا النظم المهمة والبناءة، وإذا كان هناك مخاطر كثيرة في موضوع العنف ضد الأطفال وأيضا الاستغلال للأطفال، وكان لديك كان للأسف نعتمد بشكل كبير على ما نسمعه من قصص، وقلة البيانات كانت يضعف من قدرتنا على تصميم برنامج متكامل قبل أن ننظر بشكل بعض البيانات في مواضيع العنف ضد الأطفال. لكي نعرف بعض المعلومات عن الأرقام، الآن نرى هناك سؤالين: ما هو مجموع الشباب في من عمر 18 ل 24 الذين تعرضوا للعنف الجنساني في رواندا، وما هو عدد الشباب الذين من عام 18 و 24 الذين تعرضوا للعنف الجنسي في رواندا؟ الآن تستطيعون الآن أن تقوموا بالتصويت فيما يتعلق بنسبة النساء ونسبة الشباب. Yeah, Camilla, you can comment on this response and then let them know when to go to the next question. Okay. Well, I'm gonna. I just want us all to sort of. لجميع أن لنرى ما هي الردود، خصوصا من هم يقومون بالتبليغ عن العنف الجنساني أو الجسدي. إذن ما هي أعداد الصبيان الذين تعرضوا للعنف الجنسي؟ طبعاً نحن نتحدث عن بعض المخيمات المستقرة التي نحن نتحدث عن عدد سكان البلد بشكل كامل، وليس فقط بسياقات مخيمات لاجئين أو الذين يحظون بالمعونة الإنسانية. الآن نستطيع أن ننتقل إلى السؤالين الثانيين. إذن 60% هو من أكثر الخيارات التي هي شائعة. نحن نتحدث هنا على أي عنف تعرضت عليها، لم نحدد السياق ولم نحدد في أوغندا بشكل عام. ما هو عدد النساء من سن 18 ل 24 الذين تعرضوا للعنف الجنسي في أوغندا قبل أن يصلوا لعمر 18؟ وما هو عدد الذكور من سنة 18 ل 24 الذين تعرضوا للعنف الجنسي قبل وصولهم لسن 18 في أوغندا؟ هناك الآن يوغندا. أيضاً أظن أن الناس يعتقدون حوالي 60% قد تعرضوا. شكرا لكم.
joining the vote or the gathering. بأنكم شاركتم في هذا التصويت. We can go to the next slide. Thank you. Okay, الآن. So thanks for voting. So these are شكرا. The هذه هي هي الأجوبة عن هذه الأسئلة التي سألتها. إذن ما هي في رواندا 37% من الإناث و 60% من الذكور هم قاموا بالتبليغ عن العنف الجسدي وفي أوغندا 35 من الفتيات و 17% من الصبيان قد قاموا بالتبليغ عن عنف جنسي قبل في خلال فترة الطفولة و طبعاً نتحدث عن أماكن نوعاً ما مستقرة هناك كثير من الأدلة التي تم جمعها من الممثلين المحليين الأساتذة للأسف وأيضاً الأقران في المدارس قد يكونوا هم المعتدين وهم يقومون بأعمال العنف هذه الآن ننتقل في عام 2019 قمنا بدراسة بيفاكس التي هي منع العنف ضد الأطفال في المدارس وأن يكون هناك قمنا بالتعاون من الكثير من المؤسسات في هذه الدراسة كان هناك بعض الاستبيانات بين المدارس والأطفال في هذه المدارس في المخيمات وبهذه الاستبيان الذي قمنا به في عام 2019 كان لدينا نريد أن نحدد نسبة العنف الذي يحدث من الأطفال من المدرسين والأقران وأيضا أود أن نعرف ما هي نسبة الاكتئاب الموجودة بين الأطفال الذين يذهبون للمدارس وأيضا ما هو النسبة العامة فيما للعنف الذي يتعرض له الأطفال في المخيمات هناك الأطفال في المخيمات يتعرضون لنسب كبيرة من العنف فيما يتعلق بالبيانات من المدرسين 80% من الأطفال قد بلغوا عن العنف الجسدي الذي تعرضوا له من قبل المدرسين 70% أيضا قد تعرضوا في الأسبوع الماضي من هذا العنف 58% تعرضوا لهم في المرحلة الابتدائية وأيضا هناك كثير من 3% من الطلاب الذين قدوا والذين قاموا قالوا أنهم تعرضوا لعنف جنسي من المدرسين أن البيانات أيضا كانت العنف الجسدي والعنف العاطفي هو أكثر أنواع العنف الذي هي موجودة نرى أما فيما يتعلق بالأقران 14% قد تعرضوا 14% تعرضوا من العنف من الأقران وجسد عنف جسدي وعاطفي أيضا هناك عنف جسدي وعاطفي وهو أكثر موجود في المراحل الابتدائية 8% من الطلاب الذين نحن يتعرضون لمستويات عالية من العنف و نحن نعلم من الدراسات التي الكمية التي قمنا بها
نرى بأن التربية القائمة على العنف هي نموذج مقبول في هذه المدارس، وهذا يشرح لنا لما كانت هذه الأرقام عالية جدا. الآن ننتقل إلى الاستعراض الثاني. وأن البيئة الإيجابية يمكن أن تؤثر على نتائج مثل النتائج العلمية، الأداء الأكاديمي. نحن ندرك أيضا بأن البيئة المدرسية الإيجابية مهمة جدا، خاصة للأطفال الذين هم أكثر عرضة للعزلة، وهو الحال على الأرجح بالنسبة للاجئين المشردين. وبينما لم نتوصل إلى أبعاد معينة للبيئة المدرسية، نحن حددنا 4 أبعاد أساسية للبيئة المدرسية من خلال بيانات جاءت من المعلمين. مثلا نوعية العلاقة ما بين الأهالي والأطفال والمعلمين، مدى إرضاء المعلمين وسلامة المعلمين. أيضا كما ذكرت الممارسات التدريسية، وأخيرا أيضا أدخلنا فرص للمشاركة في صنع القرار داخل المدارس للطلاب وأيضا للمدرسين على حد سواء. نحن اعتمدنا على هذا الإطار للبيئة المدرسية لكي نفهم العلاقة ما بين البيئة المدرسية والنتائج، ونظرنا إلى نتيجتين اثنتين للطلاب: أولا تجربة العنف في المدرسة، وثانيا عوارض الاكتئاب. ووجدنا وآسف هنا على الخط الصغير، ولكن وجدنا بأن المشاركة الأكبر للمعلمين والطلاب في صنع القرار أدى إلى المزيد من العنف من قبل المدرسين وفق ما أبلغنا الطلاب. وثانيا كلما عمل المعلمين على الاعتماد والفعالية كلما قل هذا من عوارض الاكتئاب لدى الأطفال. كيف نفسر؟ كما أن الإعدام يعد أيضا شكل مقبول به للتأديب، أيضا تعزيز الفرص للطلاب وللمدرسين في صنع القرار في المدرسة قد يؤدي إلى مستوى أكبر للعنف. وحيث نحدد من مشاركة المدرسين والأطفال، وحيث يكون صنع القرار من اختصاص الإدارة، وذلك انسجاما مع المعايير، حينها ربما العنف يكون أقل. والنتيجة الثانية التي تتعلق بالعلاقة ما بين المناصرة الذاتية للمعلمين وتقليص أو تقليل الاكتئاب، هذا أيضا تجمع أدلة سابقة والتي تفيد بأن التأديب، حيث يشعر المعلمين بثقة أكبر بإدارة الصف، حينها سيكون أكثر اقتدارا على دعم السلامة النفسية والاجتماعية للمعلمين. بالتالي هذه النتائج، وعلى الرغم أنها ربما قد تكون مفاجئة، هي تنسجم مع أدلة سابقة. إذن في الختام أردت أن أسلط الضوء على هذه النتائج، كيف يمكنها أن ترشدنا وكيف يمكن أن نستفيد منها في إطار الخدمات التعليمية.
رأينا بأن المدارس يمكن أن تكون بيئات آمنة وتوفر الحماية، ولكن أيضا لدينا أدلة متزايدة تفيد بأن المعلمين وغيرهم يرتكبوا العنف ضد الأطفال. بالتالي علينا أن نأخذ بالحسبان الأعراف المتعلقة بالمعلمين والسلوك، لأن بعض هذه النتائج هي تناقض المفهوم الذي نحمله حول الدور الذي قد تلعبه المدارس في حياة اللاجئين الأطفال. المدارس تشكل منصة نموذجية لمنع العنف والرد، ليس فقط لأن العنف هو في المدرسة، بل أيضا في النزاعات الممتدة التي نرى فيها أيضا ازدياد في الطلاب المدارس. أيضا وجدنا من خلال المعلومات بأن الأطفال الأقل سنا هم أكثر عرضة للتعنيف على أيدي المدرسين والطلاب الآخرين. إذن أخيرا بالنسبة لنسب الكآبة وأهمية المناصرة الذاتية للمعلمين كعامل للحماية، كل هذا يدل على الحاجة إلى دمج منع العنف مع توفير الدعم النفسي والإرشاد والاستشارة، ليس فقط للطلاب بل أيضا للمعلمين. أختم هنا مع بعض المراجع، وشكرا لكم جزيلا على حسن الأصغاء، وشكرا على إشراكي. شكرا جزيلا كاميلا، رائع. لدينا 5 دقائق للأسئلة والإجابات، تفضلوا إما أن تكتبوا السؤال في غرفة الدردشة أو فقط اضغطوا على زر الميوت كي نسمع صوتكم. إذن تفضلوا بلا خجل. أليسون تسأل هل نستطيع أن نتشارك الصور؟ إذا نعم سنتشارك الصور. مايان تسأل نفس السؤال، نعم. نعم شكرا يولي. إذا سنتشارك. أليسون هل تريدين أن تسألي؟ نعم شكرا. نعم عرض ملفت جدا. إن من دواعي سروري أن أنضم إلى هذا الاجتماع. أريد أن أعرف أكثر عن موضوع مشاركة، إذا ما شارك المدرسين هذا يؤدي إلى مزيد من التعنيف، هذا مصدر قلق بالنسبة لي. أنا كنت أتوقع بأن إشراك المدرسين سيقربنا أكثر من تحقيق الأهداف، إذا أريد أن أسمع منك أكثر عن هذا التفسير، كيف تفسرين ذلك؟ هل أستطيع أن أبدأ؟ إذن في مثل هذه الأماكن عندما نتحدث مع المعلمين، المعلمين هم أيضا طلاب، لدينا أدلة نوعية تفيد بأن المدرس الجيد يضرب الأطفال ويستخدم العصا في الصف. لا نتوقع ذلك فقط من الأطفال الذين يقولون أن المدرس الجيد يقوم بذلك، لأن المدرس الذي يهتم سيعلمني كيف أتبنى السلوك الجيد، والمدرس يعتقد أن استخدام العصا هو من أهم الأدوات التي يستطيع أن يستفيد منها.
من أجل بناء مواطن مستقبلي جيد. هناك نقاش في البيانات حول تهيئة مواطنين جيدين في المستقبل. إذن في المدارس حيث هناك مشاركة أكبر للأساتذة وللطلاب على الصعيد صنع القرار، من الممكن أن هذا القبول للتأديب العنيف يؤدي إلى ميل نحو استخدام العنف، وبينما يمنع استخدام العنف في المخيمات في المدارس، إن إشراك إذا ما أشرقنا الإدارة بدل من المعلمين، حينها الإدارة قد تتبنى نفس المعايير المعمول بها في المخيمات. نحن بالنسبة للمعايير ليست معايير نموذجية في البيئة المدرسية، ولكن هذه هي النظرية التي وصلنا إليها، وذلك بالتعاون مع الزملاء في المخيم. إذن هل أنتم تعملون مع المدرسين؟ نعم نعم، نحن نعمل في الكثير من المدارس كي نعرف كيفية وضع الإجراءات، وأيضا وضعت الرابط في الغرفة حيث يمكنكم أن تروا كل شيء وأن تقرأوا أيضا بعض ما قمت به. شكرا أليسون، هذا مثير للاهتمام. لدينا يدين اثنين مرفوعين، لدينا دقيقة أو دقيقتين. تعيدة تفضلي. مرحبا جميعا، شكرا جزيلا على العروض. السؤال كان نفس السؤال الذي طرحته أليسون، أردت أن أتشارك، لم أكن متأكد من أني فهمت التفسير. شكرا جزيلا. ومن DSF؟ نعم، سؤالي هو حول منع التعنيف. أريد أن أسمع، هل البحث كان قبل أم بعد؟ لا تعرفون متى بدأتم؟ شكرا. هذه البيانات التي تشاركتها تم تنفيذ كل ذلك قبل أن ندخل المدارس ببرنامج منع التعنيف. بالطبع هناك مساعي أخرى، تبدأ المساعي مستمرة داخل المخيم، مساعي حول استخدام العنف إلى آخره، ولكن هذه إجراءات قبل أن نعالج موضوع إجراء وقائي إذا صح التعبير. Okay. Thank you so much. So if that answered the question, I think we're going to move on to the next. نعم شكرا جزيلا. ننتقل إلى التمرين التالي. نعتذر. وبالنسبة لكل الزملاء، نحن على استعداد للإجابة، وسنتشارك بالطبع رسائل البريد الإلكتروني، ويمكنكم أن تتواصلوا معهم. الصورة التالية لو سمحتم. إذن الآن حان الوقت كي نعمل نحن. إذن سنقسمكم إلى مجموعات، لدينا حوالي 10 مجموعات، وسنطرح عليكم سؤالين اثنين. أولا أن تفكروا ما هي العقبات الثلاث الأساسية للتعميم في القطاعات، يمكنكم أن تختاروا في أي قطاعات، وما هي مقترحاتكم
للحد من المخاطر وثانيا في على صعيد البرامج ما هي العقبات الثلاث الأساس ideas or suggestions to mitigate those. You will be وما هي الأفكار للحد من هذه المخاطر ستعملون في مجموعات صغيرة نطلب من شخص واحد متطوع واحد يمكنكم أن تكتبوا إذا المجموعات ستكون صغيرة جدا بالتالي انزعوا الميوت وبعد ذلك سنعود إلى الجلسة لن يكون لدينا متسع من الوقت ولكن نطلب منكم أن تركزوا على بعض الأفكار الأساسية ما هي أهم النقاط التي بحثتوها وأيضا كجلسة سنحاول أن نستمر نناقش كل شيء معكم هل كل هذا واضح للنقاشات في الغرف؟ هل هناك سؤال؟ إذن ننتقل إلى الغرف لديكم 7 أو 8 دقائق نعم وكل ما تكتبونه مفيد جدا لنا وسيساعد أيضا في وضع الاستراتيجية 7 دقائق Okay, the rooms are open. People are مثلا تم فتح الغرف والناس يدخلون 4-5 أشخاص ومجموعة صغيرة ستبقى هنا إذن بالنسبة للبقية استفيدوا من الترجمة مع مونيكا هل تريدين أنت أن تتولي زمام الأمور؟ هل تريدين أن تتشارك الشاشة أو أنا أتشارك الشاشة؟ There you go. How's that? Yeah. Okay. Yeah, it's a little bit small for me to read, but it's fine. الخط صغير بعض الشيء ولكن لا بأس. Can I ask the people that is in this room to maybe put on their cameras if they feel comfortable about it? من هم الأشخاص الآخرون في الغرفة؟ And I see Alex. عميلة وأليكس ولكن لا أرى أي أحد آخر من المفترض أن يكون معنا إيفون ويليام روزالين جون ديدو ميريام Okay, so let's just إذن What are the main three barriers that we ما هي العوائق الثلاث التي نواجهها نحن كأطراف ناشطة ما هي العقبات الثلاث التي نواجهها؟ Folks, feel free to unmute yourselves. This is a discussion. تستطيعوا أن تشاركوا أنتم أيضا يمكنكم أيضا أن تشغلوا الصورة الفيديو مونيكا يمكنني أن أساعد أو أضيف بعض الشيء نحن لدينا مجموعات تعليمية مختلفة ولكن منذ عام واحد لم يكن لدينا شخصيات في مجموعات حماية الأطفال موضوع مهم نحن نفتقد إلى الشراكة على مستوى التعاون بين الوكالات الآن هم يفكرون في الموضوع ولكن هذه عقبة قطاع التعليم يشمل من يعمل في التعليم نحن بحاجة أيضا إلى جلسات لتبادل الأفكار على المستوى التنسيقي إذا أنت تقصدين بأن القطاع التعليمي ليست هناك آلية للتواصل بين القطاعات المختلفة نعم صحيح
يمكن أن نطور ذلك أكثر في الإطار التركي. لا أعرف بالنسبة للدول الثانية، ربما يمكن للمشاركين أن يقدموا نماذج إضافية. حسنا، أنا أتفق معك. من ضمن العقبات أمام التعاون فيما بين القطاعات هو أن نفهم، عندما نتحدث عن حماية الأطفال نحن لدينا فهم ومصطلحات نستخدمها، ولكن أيضا من المهم أن نفهم ما هي العقبات، ما هي الحدود. ما هي طرق العمل؟ ما هي الاستراتيجيات؟ إذا أعتقد أنه علينا أن نغوص أكثر عمقا في فهم طرق العمل والنتائج. وذلك كي يكون لدينا معرفة أفضل. إذن بالنسبة لي مساعي جماعية وإيجاد السبل للعمل الجماعي، أعتقد أن هذه أمور هي في غاية أهمية. Do you have the board open in on your screen? Oh, go to slide 10. We're in 10. Oh. Ah, okay. الصورة رقم 10. It's not taking me there. You hit the arrow. لا تشتغل على ما يبدو. Where is it taking you? Nowhere. It's not taking me anywhere. Sorry. That's all right. I can't even like, it's not letting me to click the post-it notes. I'm not sure. إيفون، هل تريدين قول شيء؟ نعم. أريد أن أعلق على السؤال الثاني، أعتقد حول الانحياز. لاحظت موضوع تفسير المهارة. يجب أن نتخطى الكثير من العقبات أمام النجاح. إذن نجد بأن هناك قطاعات يمكنها أن توجد المهارات، ربما نتحدث عن زيادة عدد الصفوف. من زاوية حماية الأطفال، إذا أردنا أن نصل إلى 10,000 شخص، نحن بحاجة إلى برامج أو إدارة ملفات أو ردود، وذلك كي نتأكد من توفير كل ما يلزم، علينا أن نتخذ مختلف التدابير. كي نعرف بأن الطفل في وضع جيد، يجب أن نفكر بالأسر، يجب أن نؤكد من وجود مصدر دخل مستمر. Within the catchment area, if I use the term catchment area, that there is service available and meaningful service available to children. So usually توفير كل شيء، كل ما يحتاجه الأطفال. Breakout rooms are closing in 30. إذن ستغلق الغرف في غضون 30 ثانية. Oh, sorry. What would you like me to put something on a sticky note there? تريدين أكتب شيء هنا؟ Yeah, that one like.
Scaling up is not often so possible for child protection, so programming has to be designed in a holistic way, and also in terms of, she was talking now, in terms of targets. Sorry, difficult. Yeah, maybe if you put it in the, oh, here we go. Yeah, thank yeah. you, perfect, in the chat is great. No, not my area. Okay. Thank you, Yuli. Sure. I really don't know what happened with why I couldn't click on that. Anyway, everybody. Thank you, Julie. Thanks, everyone, for your participation. شكراً جوري. شكراً للجميع على مشاركة. دخلت إلى بعض غرف ورأيت نقاشات جيدة. لدينا بضع دقائق متبقية. جوليا. نعم. لأعود إلى غرفة رقم واحد. لننظر إلى بعض الردود. رأينا مثلا ضرورة تبني مقاربات مختلفة آلية التبليغ التحدي الأساس ونحن نريد أعتقد أن هناك وقت ربما لمجموعة واحدة تتشارك معنا هل يريد أحد من المجموعة الأولى أن يتشارك معنا؟ نعم لم يكن لدينا متسع من الوقت وبالتالي لم نقدم الكثير من الأفكار ولكن نحن ناقشنا آلية التبليغ ومن الصعب جدا أن نجعل هذه الآلية آلية فاعلة وأن ننهيها في الوقت المحدد إذن من العقبات الأساسية أمام حماية الأطفال ولن تتاح لي الفرصة للتحدث أكثر ولكن أعتقد أن آلية التنسيق هي من خلال القطاعات ولهذا السبب من الصعب جدا التعميم إما أننا نكون في نفس المكان ونبحث ما هي المخاوف وإلا فإن كل قطاع سيركز على نتائجه وبالنسبة لي أنا أرى بأن ذلك يشكل عقبة العقبة الثانية هي الوعي وعي الأطفال وإلى من يجب التبليغ أن يصل البلاغ وكيف يعرف الطفل هل هذا أجراء إساءة أم أنه إجراء تأديبي مقبول به اجتماعيا وهذا ما لدينا نحن وأرجو منكم أن تضيفوا إذا فاتني شيء رائع شكرا نحن نشكرك على التطرق إلى كلا السؤالين نعرف أن هذا صعب عندما ننظر إلى العقبات إذن تفضلوا ضيفوا المزيد إذا كان لديكم أي أفكار سنتشارك أيضا الأفكار مع المديرية نحن نقدر مشاركة الجميع في هذا النشاط وفي هذه الجلسة ونأمل أن تكونوا قد أجريتوا نقاشات قيمة أحيانا من الصعب أن ننهي بالحديث عن العقبات ولكن على أمل أن تكونوا قد بدأت مناقشة بعض الأفكار فيما بينكم وسأعطي الكلمة الآن لمونيكا كي تنهي وأنا من جهتي أريد أن أتوجه بالشكر إلى كاميلا وأولنت وهلال وأيضا على كل العمل الذي تقومون به شكرا جزيلا تفضلي مونيكا نعم شكرا هؤلاء وفريق الإنتاج الذي كان صبور جدا معنا وأيضا شكرا على توفير
ومشاركة المعلومات. هل يريد أحد التكلم؟ نعم. فقط أردت أن أشكر الجميع. أنا متأكدة من أن هناك الكثير من الطرق لتخطي العقبات و لكي نكون جزء من هذه الخطة خطة التحالف بالسنوات المقبلة. وشكرا على الاستعراض الذي قمتم به، وسوف يكون هناك نقاشات مختلفة مع التحالف في الأيام المقبلة. شكرا.